جد حل A ثم تحقق من حلك لدينا A زائد 5 تساوي 54. الآن كل هذا يقول أنه يوجد لدينا رقم ما أو متغير ما A، وإذا أضفت إليه 5 فسوف أحصل على 54، ويمكن أن تكون قادرا على عمل ذلك في ذهنك، ولكننا سوف نعمل ذلك بطريقة منهجية لأن ذلك سوف يساعدك على حل مسائل أكثر تعقيدا. إذا بشكل عام عندما يكون لديك معادلة كهذه تريد أن تحصل على المتغير، نريد هذه الـ A كلها بحد ذاتها على طرف من أطراف المعادلة، نريد أن نعزلها، إنها حاليا على الطرف الأيسر، لذلك دعونا نتخلص من كل الأشياء الأخرى على الطرف الأيسر. حسنا، الشيء الوحيد الآخر على الطرف الأيسر هو هذه الموجب 5. حسنا، أفضل طريقة للتخلص من هذه الموجب 5 هو أن نطرح 5. إذن دعونا نطرح 5، لكن تذكر هذه الـ A زائد 5 تساوي 54. إذا أردنا أن تبقى المساواة صحيحة فكل ما نقوم به على الطرف الأيسر من هذه المعادلة علينا عمله على الطرف الأيمن من المعادلة، بالتالي علينا أيضا أن نطرح 5 من اليمين. إذن لدينا A زائد 5 ناقص 5. حسنا، ذلك سوف يكون فقط A زائد 0 لأنك جمعت 5 وطرحت 5 فسوف يحذفان، بالتالي A زائد 0 تساوي فقط A، ثم 54 ناقص 5 تساوي 49، ولقد انتهينا، لقد أوجدنا حل A حيث أن A تساوي 49. والآن يمكننا أن نتأكد من ذلك، ويمكننا التأكد بأن نعوض 49 في المعادلة الأصلية بدلا من أن نكتب A زائد 5 تساوي 54، لنرى إن كانت 49 زائد 5 تساوي 54. إذا نحن فقط نعوضها في المعادلة. إذا 49 زائد، دعوني أكتبها بنفس اللون الأخضر، إذا 49 زائد 5 تساوي 54. نحاول أن نتأكد من هذا. إذا 49 زائد 5 تساوي 54، وهذا بالتأكيد يساوي 54، بالتالي كل شيء صحيح.